قابلة الكبار مع سامر خضر. مكملين معاكم لسه على لعبة الهند أنا ومعاذ العمري. معاذ ملخبطة الأمور ملخبطة كتير، بحكي عن الكرت مش عن أي شيء تاني. شدتكم شكلها كثير ولا قليل؟ لا 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 الكرت والله شدة قانونية، بس هي لأنه مطبوعة طباعة فجاي أضخم شوي. برضو لك تختار أرقام، اخترت 3 و5، ضل عندك 1 و2 و4 و6. 1 و2 و4 و6. 2 و4، هنشوف 4. 4. أخ 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 سؤالنا، ما هي الفروقات اللي اكتسبتها بعد الزواج؟ شو اللي اختلف فيك؟ يعني مش فاهم السؤال. يعني قبل ما تتزوج كان عندك صفات ويوميات وسلوكيات وكذا، بعد الزواج ما اختلف شيء. يعني انا سلوكياتي هي يعني بالحياة عاداتك يعني زي ما هي زي ما هي. طيب الأستاذة زميلتنا العزيزة جدا الأستاذة ديانا، ماذا يقدم الإعلامي للفنان؟ يعني الآن أنتم الاثنين نجوم، وإن شاء الله يا رب الله يديم عليكم نجومية وهدات البال، وبعرف أن تنتظروا مولود جديد مش إن شاء الله. يا رب يا رب أنه الله يطعمكم الخلف الصالح، الله يسعدك، وإحنا من أوائل المهنئين سيدي. الله يسعد قلبك. بدي كيف تدعم نجمك ديانا كرزون وأنت أيضا إعلامي، وكيف هي تدعمك؟ كيف بتشدوا المناطق اللي مع بعض؟ كيف تفهموا هاي العلاقة؟ بس تؤمن بأنها هي حدا قراراته متزنة وهي عارفة إيش بتعمل، والعكس مجرد أكون أنا مؤمن فيها وهي مؤمنة فيي وأنا يعني عندي ثقة مطلقة بكل شيء بتعمله وهي العكس، فإحنا أكيد ما بتستشيروا بعض. يعني مثلا عنده عمل، عنده أوبريت، عنده غنية، ما بتقول لك معاذ شو رأيك؟ إذا استشارتني أنا بدمر، يعني بدمر الدنيا. أنا من وين بفهم بالفن يعني؟ طب انت ما بتستشيره هلا ليش ما كيف تفهم ليش؟ بالعكس يعني يعني انت اكثر واحد حريص عليها راح تقول تمام بالكلمه واللحن حتقول حلو يعني ممكن ممكن. شو اكثر بس اغنيه بتحبها للاستاذ ديانا؟ اكثر اغنيه يعني ملح البحر في والعمر ماشي. بعرف اغنيتين. في اغنيه كانت موجهه لك او حسيتها لك اغنيه يعني في اغنيه اللي غنتها اخر واحده الجديده يعني اللي هي شو كلماتها بتقول؟ لا هيك انت. طب شو كلماتها بس عشان اعرف انت متابع منيح، عشان اذا الاستاذ ديانا زعلت تزعل هلا تقول لك مش حافظ اغنيتي. طب على الاقل اول كوبلي اول كوبلي. لا يعني مش حافظ بصراحه. شفتي ست ديانا شفتي مش حافظ. الله يقدرك على فعل الخير. احنا بنهدي النفوس يا استاذ. يا سيدي الله يديم عليك والمحبه. الله يسعدك. لكن سؤالي كثير هذا يعني مش عارف كيف هذا، بس هل يمكن انت تتزوج مره اخرى؟ لا قرار قرار لانك على الشاشه هلا. لا 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 هذا يعني هذا إله إجابة عندي سببها يعني شخصي، بسببه مشاهد أنا شفتها في حياتي. أنت مع الزواج يعني لمرة يعني مع هذا مش مع تكرار؟ هلا أشوف هاي كل حدا حر على مواسم دخلوني أنت. لا لا ربنا حللهم أنت بدك اللي لا هو حر هو حر هو الله أعطاك. أنا عن نفسي يعني لا، وإذا حدا من اللي حوالي واستشارني أنا بكون مع فريق لا. طيب إذا كان قادر إنه يتجاوز السبب اللي بده يتزوج عشانه، أو إذا خلص عازم الأمر ما يعني بعرفش. صعب صعب صعبة جدا. صعب. شو أكثر صفة بتحبها بزوجتك؟ هذا السؤال يعني أكثر الصفات. أعطيني 3 رئيسيات. هدوءها، اتزانها باتخاذ القرارات، وضحكتها. الله ما شاء الله في حالة هيام. الله يهنيك يا ست ديانا، احنا بنبارك لكم هذا. طيب شو أكثر 3 صفات عكس بتحبها؟ بديش أقول الكلمة الثانية مش حلوة، أنا برضهاش على الأستاذ ديانا. شو ما في ما في ما في ما عصبية. هي مش ملاك لا شك، بس أنا قصدي عصبية بالبيت. لا مش عصبية. لا. طب فوضوية ولا أبدا؟ مرتبة جدا. طب بتنتقدك أحيانا يعني بهاي الجزئيات مثلا؟ هي حدا كثير مواعيده بتتكي بكل شيء، حتى على مستوى لو حبة دواء بتتكي. أنا عكس تماما.
عشان هيك مكملين بعض. لو كنتوا تشبهوا بعض يمكن صار في تنافس. صحيح. أول شيء بدي من خلالك تحية كبيرة للأستاذة ديانا كرزون. الله يسعد قلبك. إحنا ننتظر جديدة دائما لأن هي فنانة شرفتنا وراح تضل تشرفنا. تسلم. هي وهذا الزواج الطيب وإن شاء الله يا رب نهنئكم بالمولود الجديد. نرجع لكرتنا ولكرتك الأمور. شو بدعيت كم كرت صار عندي؟ 1 2 3 4 شو هالورق؟ 8 9 10 11 12 13 14 بدي أسحبه وأرمي. بدي أخذ كرت منك ممكن أنزل على فكرة بكرت منك. بكرت منك ممكن أنزل. هلا هذا اللي طلعت فيها ما تورف الدنيا. كنا نحكي حل هالشد. هاي بنت وخليني هلا ضل عنا هدول الأسئلة خلينا نسميهم 1 2 3 عشان صاروا هلا هن 3 خانات فقط. هاي 1 2 3 3 مرة ثانية. بتحب رقم 3؟ شوف أخي معاذ هذا السؤال عميق يعني هو بسيط لكن هذا. هل أنت نتاج جرح قديم؟ هل في حدا جرحك زمان وأنت تريد أن تثبت له شيئاً ما؟ يعني لا مؤمية يعني ما هو شوف ترى هاي الأسئلة العميقة وأنه يعني جرح مين بس يعني في الشخص ممكن يوصل لمرحلة جرحك أو إيذائك يستحق أن تثبت له أي شيء؟ أنت من النوع لما تزعل بتغادر؟ أنا على السريع بمسك هيك كرت وأقلبه وخلص انتهى. لا بترجع لا بتناقش لا بتبرر ولا شيء. أقلب كرته وصارت معك. ليش نوجع راسنا مع بعض يعني؟ يعني طبعا صارت معي. مين صديقك المقرب معاذ؟ صديقي المقرب اللي بتحكي له الحقيقة الكاملة زي ما بيقولوا يعني إخواني. أنت أصدقائك إخوانك؟ يعني إلي أصدقاء كثير أكيد ومقربين جدا لكن اللي بحكي له كل شيء يعني عائلتي بشكل عام زوجتي أمي أبوي إخواني دول لأنه ما حدا راح يكون صادق معك حتى هو بسمعك صادق وإنه قاعد مركز معك بس طلع هاي بديش أحكي لك بالنصيحة أو بغيره بس إنه صادق إنه بسمعك غيرهم. صح. ما هي الدمعة التي لا تريد أن تبكيها أبداً؟ على أي شيء ممكن يوجعني. عاطفي؟ يعني مو مبين عليك، مبين عليك شخص جاد كثير. هاي هذا واحد من الأشياء اللي انصدمت فيهم زوجتي ديانا يعني انصدمت شكله مش هيك. شكله مش هيك. طلعت عاطفي معاذ بالآخر. طيب أخي معاذ حضرتك من القلائل اللي حققوا نجومية بالسوشيال ميديا في وقت كان فيه يعني كثير من الأسماء طلعت بس أنت برزت تماما. إذا بدك تعطي نصيحة للناس اللي بيشتغلوا في البث المباشر واللي بيطلعوا بيحكوا مع الناس وأحيانا بياخدوا إحساس أنه هن عندنا المعلومة أو عندنا القدرة عشان يوجهوا بوصلة المجتمع، إذا بدك تعطيهم 3 نصائح من خبرتك شو بتقولهم؟ يعني قبل النصائح إيش بده يستفيد من توجيه البوصلة؟ يعني الحكومات كلها المتعاقبة لما تقرر تعمل إذن من طين وإذن من عجين لا سوشيال ميديا ولا غيره بقدر يخليها تسمع. فتوجيه البوصلة مش قاعد بيعمل أي نتيجة. تمام. أو يعني لأنه مش ممنهج ولا له يعني ما فيش له يعني نهاية واضحة فما لهش نتيجة. النصيحة الأولى إنه بس تشوف أعداد المشاهدات كبيرة ما يعني ما تطيش ما تنسى إنه لا هذا خليك على الأرض هاي أهم واحدة. 2 ما تضل بس بنتقد بس عشان بدي أنتقد. أنا مقتنع تماما اليوم أنا وسامر بنشرب شاي وبنلعب شدة وأمورنا تمام وأنا ضيفه بالسجن بكرة ممكن أنتقدك بعد بكرة رح أطلع ممكن أطلع أقول لك شكرا. وضع طبيعي هي الحياة للي بفهم. الآن إحنا هون اللي قبل شوي كنت تقول لي في بداية الحلقة قلت لي إنه لك مواقف تغيرت. هي ما تغيرت. أعطيك مثال بسيط. أعتبر حالك في برنامج خدماتي. تمام؟ برنامج خدماتي اتصل فيك مواطن وقال لك الشارع أمانة عمان له 12 سنة بنطالب إنهم يزفتوا ومش راضين يزفتوا. بدك أنت تنتقد هذا الإجراء صح؟ أكيد. وممكن تحكي أنت ومسؤول على الهواء وتصطدمه ويقول يعني وتنتقده ويصير النقد لادع. صحيح. وتنتقد أمانة عمان تبلش تجيب لها كل الملفات ملفات.
في يوم يعملوا إشي عظيم. لو هذا الشيء صار معي أنا الاتصال اللي بعده لو اتصل فيي وقال لي والله امبارح أمانة عمان زفتوا لنا باب البيت وشكرا شكراً أمانة عمان. مليون شكرا. إذا أنت ابن الحدث ما عندك أفكار يعني ما عندك مواقف مسبقة من الجهات نعم. والمؤسسات يعني أنا هذا الشيء أول شيء برجع بوجه تحية لوالدي. هذا الشيء أنا يعني تعلمته منه من استماعي له من طريقه ومتابعتي له كيف طريقة شغله. هذا واحد وبيشتغل بهاي المواضيع بالقطعة. ما بصير أنا أتخذ موقف من جهة معينة على كل شيء عشان أنا بس بدي أتخذ موقف عشان أنا الشعبويات. ترى الشعبويات مأزق وهمية. هاي هاي شعبويات وهمية وإحنا بسرعة بنقلب. ما ليش بحكي لك وهمية وهمية مش حق. مظبوط أنا معك تماما. موقف هلا من جماعة البث المباشر وكذا مين أكثر شيء بيعجبوك؟ مين أنت بتسمع لهم أحيانا لما تشوفه بث مباشر بتوقف تسمع شو بيحكي؟ يعني مش عارف. ولا حدا ولا حدا بتسمع؟ لا يعني أنا لأني مش أنا متواجد على السوشيال ميديا لكن ما بعطيها من وقتي أكثر من اللي هو تصفح أقرأ كم خبر أشوف إيش في أخبار لما يكون في حدث مهم لكن إني أنا دائما متابع الأحداث. طيب إحنا هنروح فاصل ونرجع نكمل جلستنا. هند طاولة الكبار مع سامر خضر.